نفر حماية الملكية الفكرية الذي يتبع إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي المتمثلة في وزارة الداخلية، تم إنشاءه بقرار رقم 28 لسنة 2007 بقرار وزاري من سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية، حيث تم إنشاء هذا الفرع والذي يختص بالبحث والتحري وجمع الاستدلالات عن كافة جرائم المتوجهة ضد الملكية الفكرية وذلك لمكافحتها والحد منها. أن عملية الشاهين هي تجسيد للإصرار والرغبة في مكافحة مثل هذه الجرائم من قبلنا وقبل الانتربول الدولي. تضافرت جهود وزارة الداخلية والمتمثلة بإدارة البحث الجنائي فرع الملكية الفكرية وأيضا إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية وإدارة حماية المستهلك وزارة الأعمال والتجارة وإدارة الهيئة والهيئة العامة للجمارك مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في القيام بمثل هذه العملية وهي عملية الشاهين، المراد منها مكافحة جريمة الملكية الفكرية والاتجار بالسلع المقلدة والغير مشروعة. تم جمع معلومات بالتنسيق بين هذه الجهات كلها السابق ذكرها، جمع معلومات وتحديد أهداف ومحلات وأماكن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها ابتداء من المداهمة وتحريز المضبوطات مرورا بالإتلاف بعد إحالة الأشخاص المدانين في مثل هذه الجرائم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ونحن نأمل بما أن عملية الشاهين وفي نسختها الأولى صادرة من دولة قطر والتي تثبت مرة أخرى دعمها لمكافحة مثل هذه الجرائم، لأننا نأمل أن نرى نسخ متكررة من عملية الشاهين سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي بإذن الله إن شاء الله. في الحقيقة تم ضبط أكثر من نوع من أنواع السلع المقلدة، ففي كمائن المشتركة بين الشرطة الدولية الانتربول الدولي وإدارة البحث الجنائي الممثلة في فرع حماية الملكية الفكرية تم ضبط مصنفات سمعية وبصرية مقلدة بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية أسفرت عن وجود أقراص مقلدة بكم هائل، بالإضافة إلى أن التنسيق مع إدارة حماية المستهلك أسفر عن ضبطيات إلى قطع غيار للسيارات مقلدة، بالإضافة إلى مواد غذائية ومواد استهلاكية تستخدم في المنازل ما يؤثر على صحة الفرد المتواجد في المجتمع سواء كان مواطن أو مقيم، بالإضافة إلى أن التنسيق الحاصل بين الانتربول الدولي في العملية والهيئة العامة للجمارك أسفر عن ضبطيات متمثلة في الملابس والشنط، بالإضافة إلى الساعات والنظارات والمستلزمات الشخصية أيضا مقلدة وهي خاصة بماركات عالمية مما يضر في اقتصاده. كلمة أخيرة تود أن تختم بها. نحن عايشنا عملية الشاهين وأثبتت نجاحها في نسختها الأولى، ونحن نتمنى استمرار مثل هذه العملية لما لها من منافع كثيرة وما لها من انعكاسات على مكافحة مثل هذه الجريمة، وشكرا لكم.